The Islamic Center of Tennessee presents تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضلل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله
بصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله ريد فان
Alhamdulillah. Ali, you want to announce something before I start? Okay. Alhamdulillah. Thanau lillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Jazallahu khair al-jaza. May Allah reward brother Umar for his recitations. But couple ayat took my attention. First, before I saw my khatir, I would like to announce back, inshallah, for Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr we are taking to those who are in need in Yemen this year, inshallah. So we will send it soon so that the people can receive during the morning of Eid. So make sure that you pay your zakat, you and your family, inshallah. It's very important for your fastings. This will remove the shortcomings and the mistakes that you do during your fasting, inshallah. So make sure that you pay that, inshallah. Also, about this camera, some people speaking about why we put cameras. We put for that the people can benefit from what we do in here. There's maybe 100 people, like one of our videos, Omar's video, there's almost 1 million people watched it and benefited from it. So we're looking to that benefit, inshallah. So if some people is bothered, they could use that left side. We decided that side will not cover in our, inshallah, views. However, just to spread the khair, that's what we do, inshallah. The ayat he recited about the people of fire, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from it. We hear so that Allah subhanahu wa ta'ala frees us from the hellfire. They will call to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah mentioned in numerous ayah, one of the ayat he recited, that the people of hellfire will make du'as. Du'as means they will call. They will make numerous calls. First they will call, as the ayah that we passed in Surah Al-A'raf, they will call to the people that they know who are already in Jannah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst them. They will call to them. They will say, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. They will say, give us something to drink. This and hellfire is so hot. We can't bear it. We need something to drink. أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ. Give us from something that Allah subhanahu wa ta'ala had provided for you. They will beg for something to drink and something to eat from the people of Jannah. The people of Jannah will respond. They will say, إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ. We can't help you with this. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala had forbade them drink and good things of Jannah from the people of hellfire. Then they will despair from that. After that, they will request for drink. They will be given the pots and the waste of the people of hellfire, their pots, their blood, which is very hot. They say that when they drink, it will take or remove that. The skin of their face will come down because of the severeness of the heat. And they will request for food. Allah would give them zakum, a tree that will choke them, that has so much nails in it that will choke that they cannot even eat it. So they will call. At the end, they will decide to speak to the people who are taking care of the hellfire. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الدَّعَيَ He recited. They will say, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمِ. They will say to the people who are protecting the hellfire, what's next to it? لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أُدْعُوا رَبَّكُمْ. They will say, make dua to Allah. They don't want to come out from hellfire. They know that that will not happen. First, they will request you, أُدْعُوا رَبَّكُمْ. Speak to Allah subhanahu wa ta'ala, يُخَفِّفْ عَنَّا. Let him decrease from us. يَوْمًا مِنَ الْعَذَبِ. One day, not every day. Let us at least take some breaks, not to shut down the hellfire, so we can take even a little break of one day. Then the angels, the khazanat jahannam, will respond to them. They will say to them, قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Didn't the messengers of Allah come to you? Didn't they tell you about this day? Didn't they warn you about this? Then the angels will speak to them and will mock on them. They will say, قَالُوا بَلَى. They will say, yes, they came to us. Then they will say, فَدُعُوا. Make whatever dua you want. Call to anyone whom you want. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. The du'as, the call you make today in hellfire, it will not be helpful to you. They would utilize that dua in this world and ask Allah subhanahu wa ta'ala for that what they were asking in this world, asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect them from hellfire and worship that Allah subhanahu wa ta'ala. Allah would accept that from them, that they will make a dua in a day where a dua will not even be helpful. They will say, فَدْعُوا. Make your own du'as. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. The du'as of the kuffar only will go astray. So whatever you want to do, do it.
Then after that, after a while, they will stay. Then they will say, why don't we speak to the Malik, the head of the Malaika in hellfire, those who will protect them, will watch them in there. Then they will make dua to him, they will speak to him. As the ayah Surah Az-Zukhruf says, we're going to read it a couple nights, I think. They will come, they will say, وَنَادُوا يَا مَالِك. They will say, oh Malik, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Let Allah subhanahu wa ta'ala kill us. We can't bear it anymore. We cannot take the heat of hellfire. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. We want Allah subhanahu wa ta'ala to give us a death. We want to die in hellfire. We can't take it anymore. But as you know that there is no death. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. You are not going to die in hellfire. Those who go to hellfire. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. We are here at late time asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from hellfire, to free us from hellfire. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala not to return that to us, inshallah. We ask Allah to free us from the hellfire. They will come and they will say, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Then the Malik will respond to them. He will say one word to them, إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. That's not something that's going to happen. إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. You will stay eternity. You will stay forever in the hellfire. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. We had given you the truth, and most of you do not like to know the truth, do not hear the truth. You refused the truth when we was told about this day, when you were told about this hellfire, when you would get a warner, bashirun wa nadhira, when the bashir come to you, the glad tiding, giving glad tiding, the Prophet ﷺ, and warning you from this, you didn't want. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Then after a while, they will decide that if the khazana did not help, the angels who are guarding the hellfire did not help, if their head is not helping, then they say, why don't we reach to Allah subhanahu wa ta'ala? Why don't we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala? Then they will speak to Allah. Allah mentioned that in Surah to Mu'minun, تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. The hellfire will take down their faces, the skins of their face will be eaten by the hellfire because of the severeness of that. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. Then they will speak to Allah, they will say, رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا. Oh Allah, our desire overpowered us. We followed our desire when we were in the world. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ. They are admitting to Allah subhanahu wa ta'ala in a time that admission will not be, admitting will not be helpful to them. If they would admit in this world, if you admit your sins to Allah subhanahu wa ta'ala, you will find a Lord who is forgiving. Allah says, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. I forgive. Ghaffar means constantly forgiving, accepting the tawbah from those who return back to Allah. But they will say and admit in a time where admission is not helpful. They will say, رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا. They will say, وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. We went astray. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا. Oh Allah, please take us away, take us out from this. We can't bear it anymore. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. If we come back, if we do what we have done, if we come back again to hellfire, then we are wrongdoers. Oh Allah, just take us from this. We can't take it. The scholars, they say, after 40 years or more, they will hear the response. After they call this, constantly saying, رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Oh Allah, take us away from this. After a while, a word will come from Allah. We'll say, اِخْسَأُوا فِيهَا. Means that be quiet. It's in a way of like, in a bad way, like be quiet, stay there. وَلَا تُكَلِّمُونَ. And do not ever talk to me. That's the response they will get from Allah. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي. Allah says that there will be a group of people, as the ayah that we recited tonight. The people are going to be in two categories. Either we are heading towards the category of hellfire, of those who will go from tragedies and problems that we mentioned, or either you're heading toward the Jannah of Allah subhanahu wa ta'ala, where you will have eternity life. The people will be either fariqun fil jannati or fariqun fil sa'ir. A group of people will go to Jannah, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst them and forgive our shortcomings. Or the other people will go to hellfire. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ الزُّمَرَى. Tonight we recited that ayah. Those who disbelieve, they will be taken, they will be driven. They say angels is chasing them from the back, trying to push them, hit them, so that they could be taken to hellfire. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. When they go to hellfire, the gate of hellfire will be open for them. I'll be thrown to them at the end.
And there will be another group, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. There will be another people who will be taken to Jannah as the delegations of Allah subhanahu wa ta'ala. They will be taken with a nice rise towards the Jannah. حَتَّى إِذَا they will say, سَلَامٌ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. The people who are guarding the Jannah will say, peace to you. طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. And they will praise Allah subhanahu wa ta'ala. They will say, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ. This is the best dua that you could make. This is dua when you enter the Jannah, you say, Alhamdulillah. Praise to Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. The one who had fulfilled his promise that if we work hard, we worked hard in this dunya, we fasted Ramadan, we stood up the night seeking the Jannah of Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. They will say, we will enter the Jannah from any areas that we want. So our life is determining what route we're taking. Our life, our actions now is making the choice. This is not the choice someone else is making. It's a choice that you and I are making. Either we are making a good choice, we will get an eternity life of Jannah, or we are making a wrong choice of hellfire. And so those who are making a wrong choice, is the time that they need to, or we need to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and save us from the hellfire. We ask Allah subhanahu wa ta'ala this night, 25th of Ramadan, it could be the Laylatul Qadr, to allow us to reach Ramadan, and to allow us to reach Laylatul Qadr, and free us from the hellfire. Wa jazakumullahu khairan. We will continue. وياكم حيوة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الحق وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر ومن آياته أنك
إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله.